Alors je compte sur deux. Moi. تبغى نعطلها معنا فهد؟ هاد الساعة؟ إلا بغيتي. ما مولتش ما عرفت أنا من الصباح حتى للصباح هذا. والله العظيم غير خرجت من الباب لقيت طوبيس بحال هكا كيتسناني. سيدي طلع. صبحت عليا يا وليدي. ويا خالد. هذا فيلم الفيلم الثاني ديال المخرجة ديمنا بو نعيلات، درت معها ديجا فيلم سميتو اسبري مازال ما خرجش، وهادي تاني مشاركه ديالي في الفيلم ديالها. فيلم كيهضر البيرسوناج ديالي، بيرسوناج بليزو موا ما كيخرجش على داك النطاق ديال لي بيرسوناج اللي متعود الجمهور المغربي يشوفني فيهم. صدير شويه لاغناك، كاين شويه التصمصير، شويه جونغ، شويه الانتيليجونس، هذا هو الرول ديالي. وكاين يعني مجموعه ديال الممثلين مع ان بون كاست، كاستينغ مزيان. عاد سيت واحد تيلي فيلم مع دري الصواب سميتو عام في الغربه، وعندي دابا هذا، وبدات عندي مشاريع من ورا من في السيزون الجايه ا بارتير سبتمبر ان شاء الله. وعدت يعني مجموعه ديال الادوار اللي كتوزع ما بين رومانتيك ودراما. كاين اخر فيلم كنت درت مع كمال سميتو صوت اوف فوتشي، الصوت الخفي، ما كنتش كنهضر فيه كاع، صدير تاجيدي. يعني كاينين مجموعه ديال الافلام عين ممكن الجمهور مركز على واحد مجموعه الافلام اش كنبان لهم نمطي. وان شاء الله الى بغى الله، يعني كلشي بيد الله، سي ديو لو فو، علاش لا. وديجا حنا بدينا يعني السينما المغربيه دابا غاده في واحد المنحه ديال التطور وديال هذا، صافي نقدروا نوصلوا ان شاء الله للعالميه، علاش لا. واه كيبان لي هادي سون فاغ، يعني خاويه وصافي. ما تحرش، نبقى نهار التحرش فهمتي. يعني حنا ديجا يعني كنتلاقاو في شي تورناج، كنديرو الخدمه ديالنا وكنشوف حالاتنا. عندنا لي نو فام، عندنا نو زامي، عندنا نو ما عرفت زعما لا امل سقا ولا زين عبيد ولا هاد الممثلات كاملين يعني اللي كيقولوا هاد القضيه ديال التحرش ممكن تعرضوا لها هما بشكل شخصي. مي كنظن انا ما متفشياش يعني بداك الدرجه اللي غادي نسطو عليها، ولا كنظن ما عرفتش. احنا عندنا مشكل ديجا بعدا افلام كدير فيلم ولا سورتو تيلي فيلم وكيبقاو يعاودوه، يعني وانت كتخلص اون سول فوا، سادير كو بروجي واحد ولا جوج ولا ثلاثه الافلام كاع في العام ما يعقدوش يعيشوك، سورتو عندك الاولاد وعندك مصاريف وعندك ليكول وعندك وعندك وعندك. فيعني قد ما كثرت الخدمه قد ما كتكون بزومو اليز ماتيريالمون، سورتو اننا حنا ما عندنا لا تغطيه، ما عندنا لا كوفرتور سوسيال لا والو. ستير باش نقول لك كاينه هذه القضيه ديال ديغنييرمون بغاو يديروا ان لا غوديفيزيون تبقى تخلص فيها، صافي اون بون شوز، يعني ممكن تكون حاجه مزيانه انك الا داز العاود داز لك شي فيلم اكثر من جوج مرات ولا ثلاث مرات سوغ لا تيليفزيون يعطوك عاوتاني شي بورسونتاج ولا شي حاجه بحال هكا. وانا عدت ديجا افلام، درت مجموعة ديال الأفلام، درت لي جاردان دي دين ديال ساندو دالاتي، درت أكافالو دو لا تيكي ديال كارلو ماتساكواتي، يعني درت مجموعة الأفلام سيرتو مع ليزيطانيا، أفلام عالمية يعني اللي كيتباعوا دابا في دي في دي في أوروبا وداكشي. ما فيهاش هذه القضية ديال مغيبة بلادي يعني، وما يمكنش نفوت فيها ولا مي زعما لا كانوا باغاليل يكونوا أفلام عالمية أون باغاليل، علاش لا؟ مزيان يعني كاين واحد الطفره يعني ديال كاين واحد البروغري بوان دو في سورتو استيتيك. يعني مجموعه ديال المسلسلات اللي كنت كنشوف واخا انا ما خدمتش فيهم، مي زعما كاين ولا واحد النسق جمالي بلوتو، ولاو كيركزوا على لا بوتي د ليماج، على عاد التيم، يعني التيم كتجي من بعد. كنظن اننا غاديين في لو بون سونس.
با سلطان ديجا داو معايا واحد الاستجواب فاش كنت يلاه جيت من اسيا، كنت باقي مضعضع واحد شويه، دابا الحمد لله ترونكيل. با ميرسي سلطانه اللي يعني كتبنى الحدث الفني في المغرب. وجمو ديالي كوم دافيتود جو فوز ام. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.